طيب الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من كشك الصحافة، والتي نبدأها كالعادة بالعناوين. موقع أخباري يتساءل: عودة الاغتيالات إلى عدن، لماذا ضباط البحث الجنائي؟ صحيفة عربية تتحدث عن طفل يمني نازح من عمران إلى مأرب: لا أتذكر قريتنا ولا أعلم متى نعود إليها. ومن موقع بي بي سي: ما سر ذكاء الغراب الذي أدهش العلماء؟ أهلا بكم. تتجول أم براءة وهي امرأة متوسطة العمر في شوارع صنعاء وتبيع البالونات للأطفال، تقول لموقع صحونت: كان زوجي ضابطا في الجيش ولكنه أصبح بدون دخل بعد انقطاع الرواتب، فاضطر إلى شراء عربية لبيع المكسرات في باب اليمن. تواصل حديثها لكنهم لم يتركوه في حاله، وفرضوا عليه ضرائب وإتاوات، آخرها طلبوا منه ترقيم العربية. فقررت أنا، تقول، أن أساعده وأخرج لبيع البالونات. وتضيف المرأة: اتفقت معه على أن يتكفل هو بتدبير قيمة وجبتي الإفطار والغداء، وأتكفل أنا بقيمة العشاء، والفائض ندخره لمدارس الأولاد والإيجار. وتعيش أم براءة في منزل قديم بإيجار يبلغ 25,000 ريال، ولديها 4 أطفال لا يزالون جميعا دون سن العمل. يورد الموقع حالة أخرى وهو بايع الحلويات المتجول في سوق الزمر، مديرية شعوب أكد إجبار الحوثيين للباعة المتجولين استخراج لوحات أرقام. وقال أيضا: كنا نتمنى لو كانت مجرد إشاعات، ولكنها ليست كذلك. وأضاف: كنا ندفع 1,000 ريال كل سنة ضريبة، أما اليوم ندفع 10,000 ريال، ولكن ليس كل سنة بل كل شهر. البائع الذي يعد الأشهر في سوق الزمر بصنعاء يعيش مع زوجته وبناته 3 في منزل إيجار ب30,000 ريال شهريا، ويتساءل ما إذا كان بإمكانه الاستمرار على هذا الحال. قال إن ما يدفعه للاستمرار بالعمل هو كسب الرزق لأجل البنات والأمل، كما يقول، بأن نصحو يوما على واقع جديد وقد انتهى هذا الكابوس على صدورنا لمدة 5 سنوات. جمال حسن يكتب في موقع المشاهد نت: الصراعات اليمنية التي لا تنتهي. وأضاف في جزء من المقال: تعيد الانقسامات في اليمن فرز نفسها بصور شتى، وتتخذ وجوها في كل صراع يجد، مستعيرة أدوارها القديمة. يصف اللبناني أمين الريحاني اليمن في ملوك العرب بكلمتين: ضريح الدولة. كانت صنعاء خلفه جميلة، بينما هو في طريق مغادرته غرباً، واليوم توقفت محادثات ستوكهولم في الغرب. وكان ريحاني يتحدث عن إمكانية أن تصبح صنعاء جاذبة للملايين إذا عمرت. وللأسف كان دائما حفارو القبور يحيطونها بالنعوش، وينتصب أمامها دائما ذلك الضريح الذي وصفه الريحاني. هل هذا على صلة بطبيعة الحواضر المحاطة بالقبيلة والريف وانعدام مشروع تحضير هذا المحيط، بل انعدام تحضير المدينة لأنها ما زالت أشباه مدن؟ فالعزلة والعدائية إزاء كل ما هو جديد يلقي بظلاله على وسائل تنظيم متخلفة، وينسج حوله علاقات مركبة من الأخطاء تصبح أعرافاً متداولة لا يمكن تجاوزها. وفي هذا السياق ظل التاريخ اليمني محكوماً بسلسلة طويلة من الصراعات، وعند كل استقرار تكون حوافز الصراعات كامنة نتيجة السيطرة، لكن هذه السيطرة ما إن تختل تفرز من جديد أشكالاً للحروب، ومع غياب التنظيمات الحديثة تتحول الملامح السياسية قائمة أو متخفية وراء عصبيات وما تقيمه من تحالفات، ومع اختلالها تستعيد لنفسها إفرازات جديدة، ولكنها تثير مطامح جديدة تغذي حضورها بشكل عصبوي، ما يفتح الطريق للانقسامات والتدخلات الخارجية. وفي تلك الصورة لا ينتج عن الواقع تراكم سياسي. كشفت رابطة أمهات المختطفين أن جماعة الحوثي اختطفت 1,222 مدنيا منذ توقيع اتفاق ستوكهولم بين الجماعة المسلحة والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، وعنون موقع يمن مونيتور.
رابطة يمنية تكشف اختطاف الحوثيين ل 1222 مدنيا منذ توقيع اتفاق ستوكهولم. تم توقيع اتفاق ستوكهولم في ديسمبر كانون الأول عام 2018، وينص أحد محاوره على الإفراج عن الأسرى والمعتقلين، لكن لم يتم ذلك وزادت الجماعة المسلحة من حملة اعتقالاتها. وقالت الرابطة في بيان لها أن من بين المختطفين لدى الحوثيين 11 امرأة، وأن 104 مختطفين تعرضوا لتعذيب شديد وحرموا من الرعاية الصحية، ما أدى إلى وفاة 24 منهم. وأشارت إلى أن جماعة الحوثي أحالت 57 مختطفا للمحاكمة، فيما حكم على 47 منهم بالإعدام. وتابعت الرابطة أن 134 مدنيا قتلوا في قصف جوي للتحالف على مركز احتجاز الحوثيين يعتقل فيه المدنيون في مدينة دمار جنوب صنعاء في سبتمبر الماضي. وقالت الرابطة الحقوقية إن قوات الحزام الأمني المدعومة من الإمارات اختطفت 56 مدنيا، بينما اعتقلت الأجهزة الأمنية الحكومية 29 آخرين. وبعد عام على اتفاق ستوكهولم، فشلت الأمم المتحدة في تنفيذ بنود الاتفاق الذي يقضي بتبادل كافة الأسرى والمعتقلين، وسط اتهامات متبادلة بإفشال الاتفاق بين الحكومة الشرعية والحوثيين. خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين ومطلع ديسمبر الجاري، نفذ مسلحون ملثمون 7 عمليات اغتيال استهدفت قادة في الجيش والأمن، 3 منهم ضباط في البحث الجنائي بمراكز شرطة البريقة والمنصورة وحي العريش في مديرية خور مكسر، ويعانون موقع المصدر أونلاين. عودة الاغتيالات إلى عدن، لماذا ضباط البحث الجنائي؟ يقول مصدر أمني مطلع شدد على عدم ذكر اسمه خوفا على حياته، إن المسلحين الملثمين الآن انتقلوا من مرحلة استهداف أئمة وخطباء المساجد إلى مرحلة جديدة تستهدف بدرجة رئيسية ضباط البحث الجنائي في مراكز الشرطة داخل مدينة عدن. وفقا للموقع، فإن المصدر أكد أن من أسباب اغتيالات ضباط البحث أن لديهم معلومات متعلقة بملفات الاغتيال والتعذيب في السجون السرية، وهناك من يخشى من كشفهم نتائج أي تحقيقات سابقة في بعض حوادث الاغتيال التي تم إخفاء نتائجها بفعل الضغوطات. حين نخاف من بعضنا بعضا أو نرتاب، تحت هذا العنوان كتب توفيق السيف مقاله المشهور في صحيفة الشرق الأوسط. عقلاء العالم جميعا بمختلف أديانهم وثقافاتهم يريدون العيش في مجتمع يأنس فيه الأفراد ببعضهم بعضا، يتبادلون المنافع ويتشاركون الأعباء ويواسي بعضهم بعضا دون أن يحجزهم عن بعضهم اختلاف اللون أو العرق أو الدين أو اللغة أو الجنس أو الجنسية أو الأيديولوجيا أو الولاء السياسي أو غيره. الأنس هو جوهر الإنسانية كمعنى وكقيمة، ولولاه لكان الإنسان وحشا أو شبه وحش. النقيض المباشر للأنس أي التوحش قد لا يكون حالة فردية متخارجة عن الحالة العامة للمجتمع الطبيعي. تتبلور السمات الرئيسية لبيئة التوحش، وأبرزها في ظني هو تحول الريبة إلى معيار حاكم على العلاقات بين الناس. تتبدى الريبة في أشكال شتى، منها مثلاً تحويل المنازل الشخصية إلى قلاع عالية الأسوار، خوف السراق أحياناً وخوفاً من نظر الجيران في أغلب الأحيان، وكذا المبالغة في الفصل بين الرجال والنساء في الأماكن العامة حتى بين الأهل والأقارب، ومثله الميل الشديد إلى المفاصلة في العلاقة مع الآخرين، والذي يتجلى في الاهتمام بتصنيف كل شخص باعتباره من الجماعة أو آخر، والتركيز على خطوط التفارق مثل الدين والمذهب والقبيلة والمدينة. وتترافق هذه النزعة مع تفاقم الخوف من المجهول الذي يظهر في انتشار الحكايات والروايات عن الجن والسحر والحسد والعوالم الخفية التي تتحكم في عالم الإنسان. ربما لم تكن هذه التحولات معضلة أو شديدة التأثير لولا التوجيه الأيديولوجي الذي ألبسها عباءة دينية، فتحولت الريبة وما ينتج عنها إلى تمظهر للورع والتقوى، وتحولت المفاصلة
إلى تعبير عن قوة الإيمان والقوة فيه. العباءة الدينية التي جعلت نقد الحالة عسيراً وحملت معظم الناس على اعتبارها أمراً طبيعياً أو ربما طيباً، لكننا نعلم أن العلاقات القائمة على أساس الريبة ستقود بالضرورة إلى تفكيك المجتمع وتحويله إلى جزر منفصلة متناكرة، وهذه هي الصورة الأولى لبيئة التوحش. في الوقت الذي يرتقب فيه انعقاد الاجتماع السابع المشترك للجنة تنسيق إعادة الانتشار على متن السفينة الأممية قبالة مدينة الحديدة بحسب الشرق الأوسط، غادر المبعوث الأممي مارتن جريفيث صنعاء عقب زيارة استمرت ليوم واحد التقى فيها زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي. وقال جريفيث في تغريدة على تويتر إنه ناقش مع الحوثيين الخطوات المقبلة في عملية السلام بما يتضمن تنفيذ اتفاقية تبادل المحتجزين، وكشف عن أنه وصل إلى الرياض الثلاثاء لعقد لقاءات مع حكومة اليمن وبعض ممثلي الأحزاب اليمنية. مراقبون يرجحون أن تحركات المبعوث الأممي تسعى إلى فتح مسار جديد لمشاورات الحل النهائي بين الحكومة الشرعية والحوثيين، وهو الأمر الذي ترفضه الشرعية وترهنه بتنفيذ اتفاق ستوكهولم. وجاءت زيارة المبعوث الأممي إلى صنعاء عقب أيام من اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي استمع فيه الأعضاء إلى ثلاثة إفادات من كل من المبعوث الخاص جريفيث ووكيل الأمين العام للمنظمة الدولية للشؤون الإنسانية مارك لوكاك ورئيس لجنة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة جوها. تقترب حرب اليمن من عامها الخامس مع كل ما تحمله من بؤس وأسى للسكان، وبحسب صحيفة العرب الجديد فالسكان اضطروا إلى ترك بيوتهم وانتقلوا إلى مناطق أخرى في أنحاء مختلفة من البلاد. محمد العمراني انتقل مع والديه إلى مدينة مأرب نازحا بعد سيطرة الحوثيين على منطقتهم في عمران، ولأن الصغير لم يكن يتجاوز حينها الثامنة من عمره لم يدرك سبب مغادرته قريته. يقول العرب الجديد: لا أتذكر جيدا قريتنا، لكن والدتي تحدثني كثيرا عنها وعن جدتي وأبناء عمي، مؤكدة لي أننا سوف نعود إليها يوما ما، لكنني لا أعلم متى. في مأرب نفسها ومنذ 4 أعوام يحاول فارس السريحي الاستقرار، ويقول الرجل الأربعيني: أعيش هنا وضع أشبه بالإقامة الجبرية، فأنا لا أستطيع العودة إلى منطقتي وأسرتي لأسباب أمنية، كذلك لا أستطيع استخدام أسرتي إلى هنا بسبب تعقيدات التنقل. ويتابع السريحي أن سنوات الحرب والنزوح أسهمت في تغيير ملامح الأرض والأشخاص، فقد التحق بنا في مناطق النزوح رجال كنا قد تركناهم أطفالا، فيما شب هنا آلاف الصغار الذين لا يعرفون أجدادهم وأعمامهم وأقاربهم في مسقط رأسهم. المنظمات الأممية والدولية لم تتمكن طوال سنوات الحرب التي تقترب من الخمس من إحصاء أعداد النازحين في المدن ولا مواقع تمركزهم ولا مدى استفادتهم من الخدمات نظرا لصعوبة تحديد مناطق سكنهم. تحيي منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو منذ عام 2012 في اليوم 18 من ديسمبر اليوم العالمي للغة العربية، وهذا العام يتم الاحتفال تحت شعار الذكاء الاصطناعي واللغة العربية. وقد كتبت السورية سوسن جميل حسن مقالها عن هذه المناسبة: بالنسبة لنا نحن العرب في القرن 21 اتسعت الفجوة كثيراً بيننا وبين الإنتاج الحضاري، وأصبحت اللغة العربية أكثر ما تحتاج إلى ثورة حقيقية لن تتحقق إذا لم تنجح الثورات الأخرى، الثورة التي تقلب واقعنا المتردي الغارق في ماضويته وعصبياته وثأرياته وهوياته الضيقة. وإذا لم نعترف بأن الهوية لا تصنع بالتمسك بصورة وحيدة تجعلنا دائمي الخوف على لغتنا من الضياع والانحلال في اللغات الأخرى. اللغة القابلة للحياة مثلها مثل أي كائن قابل للحياة، يستوعب الجديد ويتأقلم معه طالما يخدمه وظيفياً وحياتياً، وما لا يمكن له التأقلم ويصير عبئاً على العضوية فإنه يذوي بالتدريج لأجل أن تستمر العضوية بالحياة. فلماذا الخوف من المفردات الحاملة لأدوات العصر المعرفية ومنتجاته ومحاولة صياغة مفردات عربية مطروحة لتكون بديلاً عن اسمها الأصلي في بلد الإنتاج؟
إن كلمة الرأي كمثال لم تستطع أن تكون بديلاً عن كلمة التلفزيون التي بقيت تقاوم حتى دخلت السرديات والخطابات بكل مجالاتها، فلماذا الخوف من ترك الأسماء تأخذ مكانها في لغتنا المتداولة؟ عندما كنا منتجين للحضارة فإن الكلمات العربية دخلت الثقافات واللغات الأخرى، فحري بنا أن نتعامل مع روح العصر ونعرف كيف نكون فاعلين فيه. إذا لم تنهض الأمة العربية من تحت ركامها وتنفض عنها حمولتها الثقافية التي راكمتها عقود التخلف والتراجع والثأرية والاقتتال البيني واستدعاء الماضي بخطابه ومفرداته، وتبدأ بتشكيل منظومات تفكير مغايرة تتجاوز منظومة العنف المتغول في حياة الشعوب وفي لغتها، فإننا لن نستطيع صنع حاضر أو مستقبل، وستزداد غربتنا عن العصر. كما أن الذكاء الصناعي سيصاب باليأس من إمكانية رقمنة لغة احتفت فيها منظمة اليونسكو ويتعامل بها أكثر من 1.5 مليار في العالم، ولن تستطيع حمايتها بمنحها أسباب الحياة المديدة إن بقيت محاصرة في قوالب جامدة تكلست ولم تعد مناسبة لنمو الكائن الكامن في داخلها. هذه الحافلة يقودها سائق ألماني، عبارة علقها سائق حافلة على الباب، ما أثار استفزاز الركاب الذين رأوا فيها أبعادا عنصرية. رد فعل شركة النقل المسؤولة عن السائق لم يتأخر كثيرا بعد أن أخبرها أحد الركاب بالحادثة، ووفقا لموقع دي دبليو، ألمانيا سائق حافلة يستفز الركاب بإعلان عنصري. أعلن متحدث باسم شركة دريسدان للنقل أن الشركة قامت بفصل سائق حافلة أثار جدلا بسبب ملصق كتبه وعلقه على واجهة الحافلة التي يقودها والذي حمل عبارة عنصرية. أحد الركاب شعر بالاستفزاز من هذه العبارة التي تحمل دلالات عنصرية وقام بتصويرها وأخبار الشركة المشغلة للحافلة، وقال الراكب: شعرت بالذهول أو بالذهول عندما قرأت هذه الورقة عند صعود الحافلة. واستجابت شركة النقل بسرعة للشكوى التي تقدم بها الراكب، إذ أعلن متحدث باسمها أن مثل هذه التصرفات غير مقبولة بتاتا، مضيفا أن الشركة نفسها تتساءل عن سبب قيام السائق بتعليق هذا الملصق الذي يسيء لسمعة الشركة. السعودية والحوثيون، تفاهمات الضرورة. تحت هذا العنوان كتبت بشرى المقتري مقالها في صحيفة العرب الجديد. تعد السعودية الطرف الرئيس في معادلة الحرب المؤقلمة في اليمن، بحيث أصبح قرار استمرار الحرب ووقفها بصيغته الإقليمية سعودياً في النهاية. يرجح ميزان الخسائر السعودية في حرب اليمن في مقابل المكاسب الإماراتية، بحيث يشكل ذلك محوراً مهماً في إعادة تقييمها حربها في اليمن، إذ حققت الإمارات غاية تدخلها العسكري في اليمن بفرض تسوية سياسية مريحة لها في جنوب اليمن، فيما فشلت السعودية في تحقيق أهدافها العسكرية المعلنة في اليمن. حسمت هجمات سبتمبر الماضي على منشأة أرامكو النفطية في منطقة بقيق التردد السعودي حيال استمرار قطيعتها مع جماعة الحوثي. فعلى الرغم من أن نتائج التحقيقات السعودية أكدت أن الصواريخ لم تنطلق من الأراضي اليمنية، فإن إصرار جماعة الحوثي على تبني العملية دفع السعودية إلى فتح قنوات غير مباشرة مع جماعة الحوثي، إذ أدركت أن هذه الجماعة الحليف المحلي لإيران ستفعل كل ما يمكنها للدفاع عن إيران، وبالتالي رأت أن الأنسب لها في هذا الظرف هو تأمين ظهرها في اليمن، وذلك من خلال فتح قنوات اتصال غير مباشر مع جماعة الحوثي للتشاور حيال ترتيب شكل السلطة في اليمن. مثل اتفاق الرياض خطوة تنفيذية للسياسة السعودية المستقبلية في اليمن، فقد نجحت في إنضاج الظروف المحلية بما أدى إلى إخراج الصيغة السعودية الإماراتية التي أوجدها اتفاق الرياض. ومن جهة أخرى كان اتفاق الرياض جسداً لموقف شرعية من أي ترتيبات سياسية أخرى، حيث أدركت السعودية أن الشرعية اليمنية ستقبل أي تفاهمات سياسية تفرض عليها. في عام 2002 لفتت أنثى غراب أنظار العلماء وكادت تشق طريقها نحو النجومية،
إذ راقبها عدد من علماء جامعة أكسفورد في دهشة وهي تلتقط سلكا معدنيا في قفصها دون عناء، ثم تثني إحدى أطرافه وتستعين بأي شيء بالقرب منها لتثبت الطرف الآخر، وقد حولته إلى خطاف التقطت به اللحم من الإناء الصغير عبر أنبوب بلاستيكي صغير. وحرى العلماء آنذاك في القدرات العقلية المذهلة التي تتمتع بها أنثى الغراب التي مكنتها من حل هذه المشكلة المعقدة بتلقائية مبهرة، وكانوا يظنون أنها تتمتع بقدرات ذهنية فريدة من نوعها قد تضاهي القدرات العقلية البشرية، وفقا لموقع البي بي سي. ما سر ذكاء الغراب الذي أدهش العلماء؟ لكن بعد عدة سنوات خلصت أبحاث إلى أن الغربان التي تقطن جزيرة كلايدونيا الجديدة اعتادت على ثني الأدوات، وبينما ظن المراقبون في البداية أن أنثى الغراب التي أطلق عليها اسم بيتي ابتكرت تصميم هذه الأداة من فرط ذكائها فقط، فقد اكتشفوا أن غربان كلايدونيا الجديدة تطورت بصورة طبيعية على مر سنوات عديدة لتصبح قدرات أو لتصبح قادرة على تطويع الأغصان اللينة وتحويلها إلى أدوات معقوفة لتساعدها في جمع الطعام في البرية. وأجرى الباحثون دراسات عديدة في السنوات الأخيرة على أدمغة هذه الطيور، ولا شك أن بعضها يمتلك قدرات معرفية مذهلة، فهل ممكن أن تساعدنا هذه الطيور في تعريف الذكاء ومعرفة أسباب تطور هذه القدرات الذهنية؟ ويعتمد الذكاء البشري على تركيبات الدماغ، إذ يوجد في أدمغة الرئيسيات الذكية ومنهم البشر جزءا يسمى القشرة المخية الحديثة، ولولاها لما استطاع البشر تنفيذ العمليات المعرفية المعقدة، لكن هذا الجزء ليس موجودا لدى الطيور من فصيلة الغرابيات، وقد تطورت لديها في المقابل عناقيد من الخلايا العصبية تمنحها قوة ذهنية مشابهة. أبرز صور الأسبوع نتابعها في جولتنا المصورة لهذا اليوم من صحيفة الجاردين بريطانيا. ببضعة خطوط بسيطة يمتلك فن الكاريكاتير قدرة ساحرة على السخرية وممارسة النقد ببلاغة عالية، بل يمكن القول إنه البلاغة إلى أقصاها، رسالة من الفنان إلى المشاهد في سياق مشترك قائمة على بنية الواقع الذي يعيشونه معا. نتابع. وبهذه الرسوم نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.